كل الابواب بتودي على الطاحونه. كل ما شربت حبه طحين مي وبقيت وقت طويل لوحدها حتعمل نشاط بكتيري وانزيمي. سمها ما شئت، سمها بيجا. هلا كل وحده، كل تكنيك عمل له مواصفات بتميزه عن التاني، بس سمها ما شئت، بتسميها بيجا، بتسميها بولش، بتسميها بخلط عجينتي وبيتها بالتبريد، بتسميها عجينة بيتي أنا بجيبها وبحط بقلب عجينتي لأحصل على وسط حمضي سريع. سميها شو ما سميتها، أي عجين أي طحين شارب مي له وقت طويل حيصير بقلبه نشاط بكتيري وأنزيمي. شو بيعمل لي هيدا؟ بيعطيني وسط حمضي سريع، بيعطيني نشاط أفضل لخمائري، بيعطيني لقمة خفيفة، بيعطيني ريحة خبز أجمل، بيعطيني الطعم الريفي التقليدي. مدارس وتقنيات وتكنيك عمل مختلف. حدا عمل البيجا، البيجا بتمتاز بنسبة رطوبة أقل، بتعطيك نشاط بكتيري أقل لأنه الخميرة كل ما عاشت برطوبة أعلى بتنشط أكثر. البولش فيها نسبة رطوبة عالية بتعطيك نشاط للخميرة عالي. شو بدي التفت؟ بدي التفت انه انا البيجا اذا كنت مقلل الخميرة وملتفت وشاطر بقدر بيتها عدة ليالي بالتبريد، نسبة الرطوبة قليلة، ما حيكون في نشاط غير مسيطر عليه بالخميرة. البولش اذا انا تاركها مجرد ما ارتفعت لأعلى قمة لإلها حيصير عندي اعداد ضخمة من الخميرة والبكتيريا تكاثرت بقلبها، ما عاد عندي طرف انه بيتها بعد، انا مباشرة بدي اشتغل فيها وإلا حتبلش تهبط وتفقد كل اللي جمعتهم ويرتفع الوسط الحمضي بشكل سلبي يأثر على تماسك العجين. بدل ما كانت الوسط الحمضي اللي حصلت عليه حيعطيني تماسك أفضل للعجين ونشاط أفضل للخمائر. كل أبواب الله وكيلك والنتيجة واحدة. هلأ إذا عندك خمير طبيعي تقدر تحصل على الطعم الخبز الإيطالية إذا عملتها بالسوردو بنفس اليوم بنفس ده، لأنه الفكرة مشغولة بالخمير الطبيعي. البكتيريا والأنزيمات والوسط الحمضي أنت مربية أصلاً بالخمير الطبيعي، بإضافتك لإله بعجينة بعدة ساعات طويلة حتحصل على هيدا الطعم الريفي.